سائل ومسؤول ومجيب. السائل صحابي والمسؤول سيدنا محمد والمجيب هو الله. هو الله. فما السؤال وما الجواب؟ ايها السادة الاعزاء، اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم مع الدرس 114 الى قاعة المحاضرات العظمى، وقد كتب على بابها بحروف من نور: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. اسمحوا لي ان انتقل بحضراتكم الان الى مبعوث الحماية الالهية وشمس الهداية الربانية، الى صاحب الطاعة البهية، الى صاحب الجبين المظهر والوجه الاقمر، سيدنا محمد. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي. تعالوا الى سيدي. صحابي يدخل الان على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وارى امامي وجه المصطفى متهللا مستبشرا كانه القمر ليله التمام. الصحابي يقول للحبيب في سؤاله: يا رسول الله، اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ الله قريب ام بعيد؟ ان كان قريبا ناجيناه، اي دعوناه سرا، وان كان بعيدا ناديناه، اي رفعنا الاصوات بالدعاء. فمن الذي اجاب على هذا السؤال؟ ان الذي اجاب على هذا السؤال هو الله ذاته. اذا بالاوامر تصدر الى سفير الانبياء وكبير امناء وحي السماء، اذا بجبريل يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الطباق وينزل بالإجابة على نبي الله محمد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله. إجابة شافية كافية وافية: واذا سالك عبادي. اذا تفيد تحقق الوقوع بخلاف ان، فان ان تفيد احتمال الوقوع. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يحتمل ان يأتي فاسق. اما اذا سألك فلا بد انه سيسألك: عبادي عني. واذا سألك عبادي عني، عني فاني قريب. ما مدى هذا القرب؟ كيلو متر؟ سنتيمتر؟ مليمتر؟ ديسيمتر؟ لا،
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. وحد المجيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. إن الله بكل شيء عليم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت الرقيب لكل ما يتوقع، أنت الرقيب لكل ما يتوقع. يا معشر السادة، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. عجب واي عجب. عندما تستطلع ايات القرآن الكريم تلمح عجبا. كلما وجه سؤال الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنه الله تعالى الاجابة بقوله قل. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما اثم كبير. يسألونك ماذا ينفقون، قل قل العفو. يسألونك عن اليتامى، قل اصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط، قل هو اذى. يسألونك عن الساعة ايام مرساها، قل انما علمها عند ربي. ويسألونك عن الجبال، فقل يلففها ربي لسفا. الا في موضع واحد لم يقل الله تعالى لنبيه قل، حتى لا يكون هناك واسطة بين السائل والمسؤول وهو الله. اتدرون ما هذا الموضع؟ واذا سالك عبادي عني لم يقل فقل اني قريب، انما قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. لم يرضى ان يوسط بين السائل والمسؤول بكلمة قل. بكلمة قل، انما قال فاني قريب. قريب. قال موسى يا رب اذا قال العبد يا رب وهو راكع ماذا تقول له؟ قال اقول له لبيك يا عبد. قال فاذا قالها وهو ساجد؟ قال اقول لبيك يا عبد. قال موسى فاذا قالها وهو عاص؟ قال اقول له لبيك لبيك لبيك. واذا سالك عبادي
عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أما كان يكفي أيها السادة الأعزاء أن يقول مولانا أجيب دعوة الداعي؟ إذن فما الداعي إلى أن يقول بعد ذلك إذا دعاني؟ لحكمتين اثنتين. الحكمة الأولى أستجيب له الدعاء إذا دعاني أنا، أما إذا دعا غيري فلا إجابة له عندي. اسمع معي إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن، إذا توكلت فتوكل. إذا دعاني، إذا دعاني أنا، أما إذا دعا غيري فلا نصيب له عندي. الحكمة الثانية أنني أجيب دعوة الداعي إذا، أي في وقت دعائه لا أؤخر له الدعاء أبدا، هو يدعو وأنا أستجيب. فإذا شغلك ذكر الله عن الدعاء، وشغلتك قراءة القرآن عن الدعاء، تسمع إلى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. إذا شغلت بالذكر أو بقراءة القرآن عن الدعاء فإن الله سيعطيك أفضل ما يعطي السائلين. فليستجيبوا لي، يستجيبوا لأوامري ونواهي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.